بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما زلنا لسه مع كوتون اوبريتورز، طولت معانا شويه بس هناخد المره دي ميسلينيس اوبريتورز، يعني مجموعه من الاوبريتورز اللي هي المتنوعه. نوع من انواع الاوبريتور النوت نال اسيرشن اوبريتور. النوت نال اسيرشن اوبريتور ده اوبريتور بيكونفيرت النوع من البوكسد فاريبل للنوت نال تايب، يعني فاريبل مفترض مش بيستحمل النوع اللي هو النوت نال، بيحوله بقى اللي فاضي او لو كان بالنسبه لنا ارقام هيضرب. يعني لما يكون الاسيرتد فاريبل بيشيل كلمه نال فاليو بيضرب ويطلع مننا ايرور، بيطلع حاجه اسمها نال بوينتر نال بوينتر اكسبشن. تعالوا بسرعه نجرب مثال على الموضوع دوت بتاعنا. تعالى نعمل اكزامبل وندوس على اوكي، نجيب المين فانكشن بتاعتنا وهعمل فيها فاريبل كده var وليكن نسميه نيم، ودوت نوعه string، وعملت علامة استفهام عشان يبقى متفهم فكرة النل، وقلت بيساوي مثلا كلمة عادل صبور مثلا على سبيل المثال وسيمي كولون. ونيجي بعد كده اعمل print line، في البرنت لاين ديت مثلا هعمل اللينس بتاعي لو انا عايز اجيب اللينس اوف نيم، يعني عايز اجيب اللينس بتاع النيم هو ايه، هقوم جاي عامل بلس واقوم نادي بقى على الفانكشن اللي بتجيب لي اللينس، فهقول له نيم دوت لينس، هي بروبرتي كده موجوده جوه مين، جوه النيم، فنيم دوت لينس هتجيب لي عدد الكاركترز اللي موجوده في كلمه نيم. طب لو انا جيت قمت عامل النيم بيساوي نل، قلت النيم ايكوال نل. نل على فكره يا شباب مش مسافه ولا فاضي، نل لا شيء اصلا. وجيت بعدها قمت قال اطبع بقى البرنت لاين تاني برضو للنيم دوت لينس، برضو للنيم ايه دوت لينس. هتلاحظوا طبعا ان الايرور طلع لي بسبب النوت نل اسيرتد، خلاص قال لي خد بالك لينس لو جاء لو قابلت نل هتضرب، فاضطريت ان انا اعمل ايه، احط له الايه النوت نال اسيرتد دي، يقول عشان اعرف اشتغل انا كلينس لازم يبقى فيه داتا، تمام. فقلت له ماشي، حطيت له العلامتين دول عشان يفهم ان لازم يكون في داتا عشان تعرف تجيب ايه، انا عايز اعد حاجه لازم تكون موجوده عشان اعرف اعدها، حتى لو موجوده فاضيه فيجيب لي اللينس بزيرو ما عندوش مشكله. فقمت عامل ران، طبعا جه لينس اوف عادل قال لي 11، المفروض كنا نسيب مسافه ان عادل 4 وصبور ادي 1 2 3 4 5 6 ادي كده 10 والسبيس يجيب لك 11. بعد كده يجي يجيب الثانيه قام عمل بوم وطلع ايرور. ليه؟ لان هو انت قايل له اصل هو قايل لك منبهك ان اللينس مش هتشتغل غير لما يكون فيه قيمه، فانت قلت له خلاص ماشي فيها قيمه، وبعد كده اديته نل، فطبعا ما قدرش ايه؟ ما قدرش يحل المشكله. طبعا ممكن نحل المشكله دي فيما بعد بتراي كاتش وحاجات زي كده، لكن ده مهمه الاوبريتور دوت.